طيب تعالوا نعرف أكتر حول هذا الموضوع من دكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف. أهلا وسهلا يا دكتور، وكل سنة وحضرتك طيب. أهلا بحضرتك يا أستاذ يوسف، وكل سنة وحضرتك طيب، وكل السادة المشاهدين، وكل مصر يا رب دايما وأبدا في خير وسعادة. الإخوان اللي بيكرهوا حضراتكم يا فندم في الوزارة مصرين دايما، ما هو الإخوان لازم يكرهوا الأزهر ويكرهوا هم بيكرهوا نفسهم يعني، بس دايما حضراتكم مستهدفين، فهتلاقي انه بقى ايه شائعة العيد وتم إلغاء الصلاة. والنبي يا دكتور قول لنا أخبار الصلاة بتاعت السنة دي ايه؟ أنا عايز أقول لحضرتك هم مش بيكرهوا، هم بيكرهوا الحياة نفسها. والله العظيم الدين هو فن صناعة الحياة. الله أكبر، الكلام الحلو. الدين هو فن صناعة الحياة، هو البناء، هو التعمير، هو الإيجابية، هو الابتسامة، هو الصباح الجميل، هو الإشراق، هو الحب، هو المودة، هو الألفة، هو الإحسان. أهو الجملة دي هتخلي الإخوان ما يسيبوش حضرتك، هيقول لك وكمان قلت الدين فن. الدكتور هشام عبد العزيز قال سيبنا منهم. هنعمل ايه السنه دي ان شاء الله يا فندم؟ احنا مع وزاره الاوقاف استعدت استعداد جيد جدا، وتم تشكيل غرفه عمليات من الديوان العام وكل الساده مديري المديريات على مستوى المديريات الاقليميه بمستوى الجمهوريه. واحنا بناكد من خلال حضرتك عشان كل الشائعات طبعا دايما وابدا الاوقاف مستهدفه زي ما حضرتك قلت، واحنا يعني بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه نحن واقفون، ونحن بفضل الله سبحانه وتعالى كل هذه الأمور لن تنال من عزيمتنا، ونحن بفضل الله سبحانه وتعالى استعدنا استعداد ممتاز جدا. صلاة العيد الأضحى المبارك بإذن الله ستكون في الساحات وفي المساجد الكبرى وفي الصلاة وفي المساجد التي يقام بها صلاة الجمعة. وتم التنبيه على السادة مديري المديريات بفتح مصليات السيدات. جميل. وتم التنبيه على تجهيز اماكن لاطفالنا واولادنا عشان يحتفلوا بهذا اليوم العظيم السعيد. حلو. وكمان عشان خاطر اولادنا اللي دايما وابدا منورينا ومشرفينا في البرنامج الصيفي حق الطفل، برضو احنا جهزنا مكان مخصوص ليهم في الساحات، وان شاء الله باذن الله هيكون يوم سعيد ويوم بهجه ويوم سرور على كل مصر يا رب العالمين. ما النصيحة التي يقدمها دكتور هشام عبد العزيز لجموع المصلين والناس اللي هتحتفل بعيد الأضحى بإذن الله سبحانه وتعالى؟ بقول لهم اليوم ده هيبقى يوم سعيد علينا كلنا، يا ريت ما ننظرش للشائعات، ويا ريت نصفي قلوبنا في الأيام العظيمة، وقد ما نقدر ندعو جميعا أن ربنا يحفظ مصر دايما وأبدا، وينزل عليها الرخاء والسلم والسلام، ويدوم عليها المودة والمحبة. يا رب يا ميسر الحال، اللهم تقبل. اشكرك جدا يا دكتور، وتهنئتي مره ثانيه بمناسبه عيد الاضحى. شفت شكرا جدا لحضرتك ولكل الساده. ربنا يخليك يا دكتور هشام، الف شكر. دكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزاره الاوقاف.